السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في فيديو سابق قمت بالرد على القمص أرميا بولس اللي قال للسائل ان ثمار المسيحية هي المحبة، وان اللي بيميز المسيحية عن باقي الأديان هو المحبة، واستدل بنص في الإنجيل بيقول احبوا أعداءكم باركوا لعينيكم. هقول لك حاجة، لما تدخل جنينة وتشوف شجر، الشجرة اللي تعجبك اللي هي ثمرتها حلوة، عشان كده يقول لك من ثمارهم تعرفونهم. كل ديانة في الكون ليها تعاليم، اقرأ تعاليم الديانات وانت تقدر تعرف الفرق. احبوا اعداءكم، باركوا اللي بيلعنوكم، احسنوا الى اللي بيبغضوكم. ويقول لك إذا كنت تحبون الذين يحبون أي أجر لكم. طب ما العشرين بيعملوا كده والخطاة بيعملوا كده، لكن أنت حبوا حتى اللي بيكرهوكم. لكن وزي ما وضحت في الفيديو الكلام ده مش صحيح، واستشهدت بنصوص من الإنجيل بتناقض النص الأول وعلى لسان يسوع نفسه. المسيح يأمر بذبح الناس في لوقا 19:27، يقول المسيح: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. يعني أنتوا صبح نهار بتنتقدوا الإسلام ومحمد والقرآن، أهو المسيح يقول هاتوا أعدائي اذبحوهم قدامي. لا تظنوا أني جئت لألقي السلام على الأرض، ما جئت لألقي السلاما بل سيفا، جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والأب ضد أمه والكلمة ضد حماته وأعداء الإنسان أهل بيته. لكن تيجي تشوف نفسه ان المسيح نفسه اللي قال احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم، هل يعقل انه يكون بيقول لاولاده امسكوا سيف؟ وذكرت كمان الجرائم التاريخيه زي محاكم التفتيش في اسبانيا والحروب الصليبيه اللي اتقتل فيها الاف الناس باسم الدين، وكمان الحروب الحديثه زي الحرب الامريكيه على العراق اللي دعمتها بعض الجهات المسيحيه. والنهاردة هنكمل السلسلة دي وبنشوف قدامنا مثال حديث على ثمار العنف اللي بتتكلم باسم المسيحية، وهو التحقيق اللي فتحته فرنسا ضد جمعية أنقذوا مسيحي الشرق. الجمعية دي متهمة بدعم نظام الأسد وميليشياته الطائفية وبارتكاب جرائم حرب في سوريا. الجرائم دي بتمثل امتداد للتاريخ الدموي اللي بيحصل باسم الدين، واللي بيكشف ان فكرة المحبة اللي بيتكلموا عنها مجرد شعارات، بينما الواقع مليان بالعنف والإجرام. في سابقة بتحصل لأول مرة من وقت ما بدأت الثورة السورية، فرنسا فتحت التحقيق مع جمعية مسيحية متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا ضد الأغلبية السنية. الجمعية دي اسمها أنقذوا مسيحي الشرق، واللي دعموا نظام الأسد وميليشياته الطائفية. فرنسا اللي الأول مرة بتاخد خطوة زي دي بتواجه انتقادات كبيرة لأنها لم تحاسب المتورطين في الجرائم اللي حصلت في سوريا، بل بالعكس اتهموها بالتواطؤ، خصوصا بعد ما سمحت لرفعت الأسد يهرب من أراضيها من غير ما يتعاقب. الجمعية دي كانت شريك لوزارة الدفاع الفرنسية في الفترة من 2015 ل 2020، وبدأت تواجه تحقيقات بتكشف علاقتها بميليشيات مسيحية موالية لبشار الأسد، والميليشيات دي متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري. التحقيقات دي بتزيد الضغط على الحكومة الفرنسية، خصوصا بعد ما البرلمان الفرنسي وافق على قانون جديد بيسمح بملاحقة مجرمي الحرب السوريين بالتعاون مع المنظمات الدولية. التحقيق بدأ مع المنظمة بعد محاكمة حصلت في ألمانيا للدكتور المسيحي علاء موسى اللي تسمى بالطبيب الجزار بسبب الجرائم اللي ارتكبها، وفي اتهامات كتير موجهة لبعض كيانات وأفراد من الأقليات الدينية في سوريا اللي وقفوا مع نظام الأسد وشاركوا في الجرائم ضد الشعب السوري اللي كان بيطالب بالحرية والكرامة والخلاص من النظام.
الناشط السياسي الدكتور توما الحكيم ذكر شوية معلومات عن منظمة أنقذوا مسيحي الشرق، واتكلم عن أبرز المؤسسين ليها والشخصيات اللي كانت وراء تأسيسها. هي المنظمة مثل ما قلت لك بالأساس هي منظمة ترتبط عضويا باليمين المتطرف الفرنسي. هذا اليمين يعني أحزاب اليمين تقوم بتمويلها، هل يمكن أن نقول هذا؟ في ارتباط عضوي وكبير بين أحزاب، بين الحزب اليميني المتطرف يلي بيدور وين في دكتاتوريات بالعالم، يرتبط معه بشكل أو بآخر سياسيا على أساس إنه طلع من فرنسا، وخاصة مع الدكتاتوريات العربية. يعني الدكتاتوريات العربية علاقته فيها كتير كتير وطيدة. ما هو المشكلة؟ لأنه العملية إذا ما في مدعي، نحن لقلك شغلي أختي نور، من بداية الثورة السورية النظام السوري حاول يسوق لثورة الشعب السوري بأنها حرب أهلية على طائفية، حرب أهلية طائفية، الإسلام السنة بدهم يذبحوا كل الأقليات وبيذبحوا خاصة المسيحية. هذا حواره مع الغرب على أساس إقناع الغرب بهالموضوع. هي كانت أهم المشاكل اللي كانت تعوق نشاطنا هون بهالبلد. كانت مشكلة عويصة بالنسبة لنا لحتى تقنع الناس إنه لا، هي العملية عملية كذب، وهالدكتاتور وفاسد ومستبد ويقتل الشعب السوري من أوله لآخره. هلا في عندك نوعين، الشارع الأوروبي الغربي، في عندك الناس اللي الدين ما بيهمون، وفي عندك ناس كمان متدينين بشكل أو بآخر أو محافظين. الدخول بهم مع هدول الناس، عملنا مع هدول الناس لمن واحد بيقول لك أنا بدي أحمي مسيحيين الشرق، طيب ماشي نبلش نقول له شكرا أخي، إذا نواياك طيبة ليش لا، أهلا وسهلا، ماشي أنت بدك بنواياك الطيبة أنت عم تحاول بدك تنقذ مسيحيين الشرق أو بدك تساعد مسيحيين الشرق، ماشي، بس نحن راح نشرح لك أنه مو بس إذا بدك تحمي المسيحيين لازم تحمي الشعب السوري، لأنه الشعب السوري هو بقده وقضيده هو اللي عم يتعرض للموت للإرهاب والضغط. منظمة بالذات اعتمدت هذا الأسلوب لأنه بالأساس ما عندها أي رصيد شعبي. كانت تعمل بحرية مثل كل الناس، كل الناس بيعملوا بحرية هون. إنه بالعالم الغربي كمان في محاولة لشيطنة الإسلام بشكل عام، ما بدنا ننسى هاي ابن لادن وشلي وهالأمور والإسلام السياسي، مظبوط عمل ترك أثر سيء جدا بعقلية المجتمع الغربي أو بالشارع الغربي. العقلية الفرنسية شأن آخر، لكن أنه اليوم هذا الملف ينفتح هي ببساطة لأنه الملف وصل لبين أيدي القضاة وما حدا كان قادر. يعني حتى نحن كسوريين، شو كان السوريين عن ناشطين بفرنسا، شو الدلائل تبعنا لحتى نروح نشوف هيك مواضيع؟ فكان هي بحاجة فعلا لميديا بارت، لأنه ميديا بارت مؤسس صحفي كبير كتير وضخمة، وهدف كشف كل التجاوزات القانونية والأخلاقية ومستقلة بشكل مستقل. ماشي، فالوصول لهدول الناس، وهدول الناس راحوا عملوا تحقيق، لما صار في بين أيديهم أدلة هي بتاخد وقت. فاليوم إذا وقعت بهالوقت هذا، هل هي صدفة؟ هل هي لا يمكن شك. نحن اللي بهمنا حاليا أنه نحن من المؤمنين بعدالة القضاء الفرنسي. هذا لا يعني انه السياسة الفرنسية نظيفة لهالدرجة، بس هي تبقى سياسة داخلية فرنسية بحتة. المهم نحن بالنسبة لنا اللي بهمنا نحن كناشطين في مجال الثورة السورية وفي مساعدة الشعب السوري الحر، انه نفضح هيك جرائم، واليوم العملية صارت بمتناول ايدينا. الاهم من هيك انه لازم يكون يعني شوية ثقة بعدالة القضاء الفرنسي. في نهاية الفيديو نقدر نقول إن القضية اللي فرنسا بتحقق فيها مع جمعية أنقذوا مسيحي الشرق بتوضح لنا الصراع الكبير بين الكلام عن المحبة والواقع الأليم. الناس اللي بتقول إن المسيحية دين محبة مش ممكن يتجاهلوا الحقائق التاريخية والشواهد الحديثة اللي بتوضح إن العنف والجرائم كانت جزء من تاريخهم. الجمعية دي متهمة بارتكاب جرائم حرب وبدعم نظام الأسد، وده بيؤكد إن فكرة المحبة دي مش أكتر من شعارات فراغ. وعلشان كده لازم نبقى واعيين إن المجتمعات لازم تحاسب المجرمين، لكن في النهاية إحنا معانا الأدلة والشواهد اللي بتثبت إن إدعاء المحبة في المسيحية مش حقيقي. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.